بعيد أقصى العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتكلم فيها عن الكتلة الهوائية الحارة المتوقعة أن تؤثر على شمال المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا الرياح النشطة المتوقعة على الليث المثيرة للأتربة والغبار، وثالثا موجة من الأمطار متوقعة على أقصى جنوب المملكة. ننتقل الآن إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلو منطقة الجزيرة العربية وعموم المملكة العربية السعودية من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي أثرت على سلطنة عمان واليمن وأجزاء من جنوب البحر الأحمر، هي ناتجة عن بقايا لغيوم ركامية فوق بحر العرب. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة أو خرائط توزيع الكتل الهوائية من الخميس وحتى الأحد، ولتوضح اندفاع لكتلة هوائية حارة من وسط الجزيرة العربية شمالا باتجاه شمال المملكة ومنطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الخميس. يستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة حتى يوم الأحد بإذن الله، وربما تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم على شمال المملكة العربية السعودية، وبالتالي يصبح الجو شديد الحرارة ومرهق في تلك المناطق. ننتقل الآن إلى خريطة توزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الأجواء الحارة في شمال المملكة. يعود السبب في ذلك لتمركز لمنخفض جوي حراري في وسط المملكة العربية السعودية يدفع بكتلة هوائية شديدة الحرارة باتجاه شمال المملكة، هي ما ستعمل على الارتفاع الكبير على درجات الحرارة اعتبارا من الخميس وتستمر لعدة أيام. ننتقل الآن إلى صور أو خرائط هبات الرياح المتوقعة من الخميس حتى السبت، ونركز هنا على منطقة الليث والتي تشهد في هذه الفترة هبوب لرياح موسمية شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، حيث يتوقع أن تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن خلال ساعات المساء والليل تتراجع شدتها وتخف حدة الغبار، لكن يتجدد هبوب هذه الرياح كما ذكرنا بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. ننتقل الآن لخرائط الأمطار المتوقعة من الجمعة وحتى الأحد، وهنا سنتحدث عن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على جنوب المملكة العربية السعودية، هي ناتجة عن اندفاع لرطوبة قادمة من بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية تعمل على تكاثر للغيوم الركامية الرعدية اعتبارا من مساء الخميس وتستمر حتى لعدة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا حتى بداية الأسبوع القادم على شكل غيوم ركامية في جنوب الربع الخالي وأيضا منطقة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة نجران، منطقة جازان وعسير والباحة. وبالتالي خلال الأيام القادمة يتوقع أن تشتد الأمطار في المرتفعات الجنوبية الغربية بسبب هذه الموجة الرطبة، وأيضا لا يستبعد هطول زخات رعدية من الأمطار في منطقة الربع الخالي يومي الخميس والجمعة وربما حتى يوم السبت. ننتقل الآن إلى الحالة الجوية المتوقعة على العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض، حيث يسود طقس حار بشكل عام في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة، يسود طقس صافي أيضا، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة الرياض تكون 44 درجة مئوية يوم الخميس، 30 درجة مئوية كحرارة دنيا، الجمعة تنخفض قليلا 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، 29 كحرارة دنيا، أما يوم السبت تستقر درجة الحرارة حيث تسجل أيضا 43 درجة مئوية و31 درجة مئوية كحرارة دنيا. نختم نشرتنا بهذا الفيديو. الفيديو هذا من الصين والذي حيث أودت الأمطار الغزيرة حياة حوالي 12 شخص على الأقل في أحد مقاطعات جنوب غرب الصين خلال موسم الفيضانات السنوي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. ¿Qué?
十几。还有好多，你看像四千多升光纤。慢点，慢点，慢点。